ان انت بقى عندك كم اللعيبه اللي في التوب، ان انت تلعب معاهم كده في نص ساعه سواقه، ما فيش حته في العالم كده. يعني الانجليز كل الجامدين منهم، واحد عايش في شيفيلد، واحد عايش في لندن، واحد، فطبعا مش هي هي. فاعتقد ده حاجه بتساعدنا جدا ان احنا نشد بعض لفوق. يعني دلوقتي هتلاقي البنات اصلا اكتر من الولاد في التوب 20 والتوب 30، عشان زي ما قلت لك بيبقى عندك اكزامبلز وبعدين تلاقيهم، فتقدري تتابعي نفس خطواتهم فتوصلي لنفس اللي هم وصلوا له. يعني